أقيم تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع البحرين الحفل الختامي لمجريات التمرين المشترك الجسر الحديدي صباح اليوم، والذي نفذته عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين لتقييم سرعة ومستوى الاستجابة والأساليب المتبعة في رفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد الإداري. إن القصد من هذا التمرين هو صقل مهارات الضباط وضباط الصف والأفراد في التخطيط المشترك وفي التنفيذ وتبادل الخبرات ما بين الوحدات المشاركة. سيدي، تم جدولة هذا التمرين ليكون من الأنشطة التدريبية من ضمن مرحلة التدريب الإجمالي والمشترك حسب توجيه التدريب الصادر من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، فقد بنيت الخطط التدريبية على التدرج في التدريب، فبعدما تم التدريب على المستوى الفردي ثم الحظائر والفصائل، اليوم يتم التدريب على مستوى فريق قتال يشمل 3 صنوف مختلفة. سيدي، إن الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة يتطلب العمل الجماعي والمشترك القادر على تحقيق الأهداف بكل كفاءة واقتدار، ويأتي هذا من خلال المواظبة على التمارين المشتركة للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية. سيدي، تم تنفيذ عملية البرق على 4 مراحل كالتالي. المرحلة الأولى عبارة عن تحميل القوات بواسطة السفن البحرية والطائرات العمودية. المرحلة الثانية وهي وصول القوات وتطهير قوات العدو المتواجدة في المنطقة. المرحلة الثالثة تم تدريب المجموعة المشاركة على مواضيع الأمن الداخلي والدوريات. المرحلة الرابعة تنفيذ الهجوم النهائي من قبل فريق القتال المكون من الوحدات المشاركة على قوات العدو وتدميره. تنفيذ المرحلة الأولى هي تحميل وابحار قوة الواجب 80 يوم ياء ناقص 2 من الجزيرة الجنوبية إلى جنوب دولة الزرقاء. المرحلة الثانية التسلل والاقتراب على المنطقة الجنوبية للدولة الزرقاء من قبل مجموعة عمليات خاصة لكشف وتعريف العدو. المرحلة الثالثة الإسناد الجوي والبحري من قبل الطيران العمودي والسفن البحرية. المرحلة الرابعة احتلال رأس شاطئ وتطهير مواقع دفاعية للعدو تمهيدا لإنزال القوى الرئيسية. المرحلة الخامسة تطويق المنطقة لإنزال مجموعة اقتحام من قبل الطيران العمودي بعد أن تم تطهير المواقع الدفاعية للعدو. كما واطلع صاحب المعالي عن كثب على مجريات مراحل تطبيقات التمرين والتي عكست المستوى العالي في تنفيذ الخطط الموضوعة والتي تحقق الأهداف المنشودة من خلال التعاون والتجانس بين القوات المشاركة في التمرين، حيث شمل التمرين على العديد من التدريبات المشتركة والمناورات التكتيكية للقوات المشاركة، والذي يأتي ضمن الخطط المعدة لتطوير الجاهزية القتالية لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك بين مختلف الصنوف القتالية لما له من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية والارتقاء بالجاهزية القتالية. وفي هذا الصدد أشار معاليه على أن التدريب الميداني هو معيار أساسي لاختبار كفاءة الأسلحة والوحدات وميدان لتقييم قدرات مختلف الصنوف القتالية على العمل المشترك، مضيفا معاليه إلى أن قوة دفاع البحرين مستمرة في نهج التطوير والتحديث لكافة سبل الأعداد والتدريب بما يتناسب مع المهام والمتطلبات العسكرية الحديثة المستندة على أحدث النظريات العلمية والعسكرية المعاصرة. وأعرب معاليه عن تقديره للتنفيذ المتقن من قبل جميع الصنوف القتالية المشاركة في التمرين والتي اتسمت مراحله المختلفة بالاحترافية والدقة في تطبيق أساليب تنفيذ العمليات المشتركة بجميع مكوناتها والتي تعتبر من أرقى ما توصل له الفكر العسكري في مجالات التخطيط للعمليات المستقبلية بما يخدم العمل القتالي المشترك على المستوى التعبوي والعملياتي.
كما عبر معاليه عن خالص شكره واعتزازه بالجهود التي بذلت، آملا أن يكون هذا التمرين رصيدا جيدا وعونا قويا تنطلق منه القوات المشاركة في التمرين لتنفيذ واجباتها المستقبلية، معربا معاليه عن تقديره واعتزازه بالجهود المشتركة المبذولة التي أسهمت في نجاح هذا التمرين، مشيدا معاليه بالتعاون البناء من قبل الجميع ومشاركتهم الفعالة في إنجاح هذا التمرين المشترك.